هسا احنا كملنا الالفا، عرفنا شلون يرتبط بالالفا، عرفنا من هو الالفا، تمام. نجي للسلايد الجوا، قال لي اذا تيصير الاوكسيديشن ب الكربونه اللي بالالفاتك تشين اللي يا هي يا كربونه يقصد اللاست كربون، تمام. شو راح نسمي؟ راح نسمي الاوميجا اوكسيديشن، اللاست كربون يصير له اوميجا. زين، اذا البنيلميت شو يقصد بهاي الكلمه؟ قبل الاخيره، الكربونه قبل الاخيره، شو يصيحوا لها؟ اوميجا ناقص واحد، اوميجا الاخيره واوميجا ناقص واحد قبل الاخيره. خلينا نباوع على الستراكشر تتوضح لنا اكثر. هذا الستراكشر الكربونه الاخيره هياتها شو يصيحوا لها؟ يصيحوا لها اوميجا كربون. هاي الكربونه الاخيره، الكربونه قبل الاخيره هياتها شو يصيحوا لها؟ اوميجا ناقص واحد كربون. افتهمنا هسه؟ زين. قال لي على افتراض انه هذه البوزيشنز مور ريدلي اكسسبل باي ذا انزايم، هاي الاماكن اللي اوميجا واوميجا ناقص واحد الانزايم يقدر يرتبط فيها ويوصل لها بسرعه وبشكل اسهل، لذلك يصير بها الاوكسيديشن، تمام. ان كيس اوف برودكت such as oxidation as an alcohol and carbon undergoing oxidation must have last one attached hydrogen atom. يعني at least لازم يكون بها one attached hydrogen atom. يعني شنو؟ يعني الكربون هذا الستركتشر اللي دا اشتغل عليه ودا اسوي له oxidation لازم على الاقل بي هيدروجيناية وحده، ما يصير الكربون مالتي خاليه من ذرات الهيدروجين اللي اسوي لها اوكسيديشن، لازم بيها ذرات هيدروجين. هذه النقطة الثانية. شو يقول لي؟ بحالة الاوكسيديشن مالتي اللي أريد أسوي كحول بالكربون، لازم بحالة الاوكسيديشن على كربون يكون بيها at least one attached hydrogen atom. خلصنا من هاي النقطة. هاي الاوكسيديشن شبيها are also brought by MFOs. أيضا الإنزيم اللي يشتغل هنا نفسه mixed function oxidases، مع إنه يقول لي الميكانيزم مع الأكسجين ترانسفير يعني تختلف نوعا ما، عن الأروماتيك رينج والدبل بوند. هنا بالألفاتية شوية يختلف الميكانيزم مع نقل الأكسجين عن الأروماتيك وعن الدبل بوند، زين، بس نفسه يبقى الإنزيم MFOs. زين، أكسجين insertion into existing CH bond، يعني إذا أريد أدخل الأكسجين بCH bond شو راح يصير الشكل؟ راح يصير COH، يعني راح ادخله على هاي البوند. هاي البوند شو يسموها الاصاله المفرده؟ سيجما بوند، تمام. احنا نعرف ان الاصاله المفرده هيك يشير لها سيجما، والاصاله المزدوجه هيك يشير لها باي. هاي مفرده هاي مزدوجه، زين. هاي يعتبروها بلوسبل ميكانيزم، يعني ميكانيزم مرضيه نوعا ما، وميكانيزم نقدر نعتبرها صحيحه، ان الاكسجين راح يجي يدخل نفسه بين الاتش وبين السي، راح يصير سي او اتش، راح يتكون الاو اتش مالتي. This type of reaction يتطلب يا أكسجين، الأكسجين لازم يكون نوعه إلكترون deficient أكسجين. ليش إلكترون deficient؟ لأن هذه الأصلة السيجما مالتي اللي بين السي وبين الاتش تحتوي إلكترونات، مو صحيح الأصلة منين جاية؟ من إلكترونات. الأكسجين لازم يكون إلكترون deficient، يعني يحتاج يرتبط ويا إلكترونات حتى يقدر يهاجم الأصلة ويقعد بنصها، to be associated with the sigma electrons of CH bond. فهمنا الفكرة هسه؟ ليش لازم يكون الكترون ديفيشنت؟ حتى يقدر يرتبط بالاصله المفرده اللي بين السي والاتش. زين، من تتكون هاي الاواصر الجديده بين السي والاو والسي والاتش؟ الاواصر القديمه الاكزيستنج سي اتش بوند راح تبدي يصير بها بريكنج، تتكسر. هاي النقطه الاخيره. هسه راح نجي نشرح الميكانيزم شلون ده يصير على الرسم. هذا عندي المكون مالتي اللي قلنا بيه الاوميجا، عرفنا يا هي الاوميجا، وبي الأوميجا ناقص واحد، عرفنا يا هي الأوميجا ناقص واحد. لما فوق نفسه قلنا يشتغل أجل mixed function oxidases. إذا الأكسدة صارت بالسي الأخيرة هياته الأو اتش بصف السي الأخيرة، راح يصير كحول خطي، يعني هذا الكحول شبيه برايمري الكحول، تمام. بينما إذا الأكسدة صارت بالسي الثانية، السي مرتبطة ارتباطين، يعني راح يصير سكندري الكحول، تمام. يعني هسه عندي استنتاج كلش حلو، إذا الأوميجا يصير بها أكسيديشن يصير برايمري الكحول، وإذا الأوميجا ناقص واحد يصير بها أكسيديشن ممكن يصير سكندري الكحول، حتى ترجلي ممكن يصير. شلون ممكن يصير ترجلي؟ مثلا عندي هذا الأيبوبروفين، وين الأوميجا مالته؟ هياتها الأوميجا،
هاي الأوميجا. زين الأوميجا ناقص واحد مو المفروض قبلها؟ هاي قبلها، هاي السي قبلها هنا، هذه الأوميجا ناقص واحد. زين إذا صار بالأوميجا اللي هي هذه صار هنا، يعني إيش راح يصير؟ برايمري الكحول أوميجا أكسيديشن. وإذا صار بالأوميجا ناقص واحد، هذه الأوميجا ناقص واحد راح يصير تريجري. ليش تريجري؟ لأن هذه السي مرتبطة ثلاث ارتباطات، هذا أول ارتباط، هذا ثاني ارتباط، وثالث ارتباط هيات الوراها، فمرتبطة ثلاث ارتباطات، واحد اثنين ثلاثة، فصار اسمها تريجري الكحول أوميجا ناقص واحد أكسيديشن. هاي بحالة من حالة الهايبوبروفين، بينما في حالة هذا المكون اللي هو فالبوريك أسيد صارت الأوميجا ناقص واحد سكندري الكحول، وهي اصلا تكون واضحه من الاستراكشر اللي يطلع عندي. نجي للي بعدها، الكحولز ار بريزنت ان ماني دراج ستراكشرز از سين ابوف، يعني مثل الاستراكشرات اللي شفناها فوق نلقى هنا الكحول كان اوسو بي فورمد باي ميتابوليك اوكسيديشن اوف اليفاتيك كاربونز. الكحولات ايضا نقدر نكونها عن طريق اكسده الاليفاتيك كاربونز. از لونج از ذا كاربون having the alcohol group is also attached to the least one hydrogen atom، يعني لازم الكحول جروب بمن يرتبط مثل ما قلنا الكربوناية اللي بيها الكحول لازم اذا بعدها مرتبطة بات ليست وحدة هيدروجيناية ممكن اقدر اسوي لها اوكسيديشن بعد. يعني شنو؟ يعني هاي السي اتش 2 مثلا مرتبطة بيها او اتش، او سي اتش مرتبطة بيها OH، يعني ما دام بعدها مرتبطة على الأقل واحد هيدروجين أقدر أسوي لها أوكسيديشن مرة ثانية، لأنه إحنا قرينا بالملزمة الأولى الأوكسيديشن مع المكونات العضوية شلون يصير؟ يصير عن طريق إزالة الهيدروجين. يعني ما دام بعد عندي هيدروجين متوفر أقدر أسوي له إزالة، أقدر أسوي فارذر أوكسيديشن، أوكسيديشن مرة ثانية. بس إذا C مباشرة OH ما عندي مثل التريجري الكحول بعد ما أقدر أسوي أوكسيديشن إضافية. زين هسه اللي راح نحكيه معلومات كلش سهلة كأنه ما سادس إعدادي، خلينا نكمل معلوماتنا هذه. جروب سو أتاش قلنا لا بيها هيدروجين كأن يكون برايمري أو سكندري الكحولز maybe subjected to further oxidation metabolism، يعني أقدر أسويها oxidative metabolism بعد. لذلك the enzyme الكحول dehydrogenase، الكحول dehydrogenase هذا فد إنزيم يأكسد للكحولات تمام الى كاربونيل كومباوند. شنو يعني كاربونيل كومباوند؟ يعني سي دبل بوينت او وياها فتشي، هذا الكاربونيل كومباوند. اوكي راح يكسد لي كحول الى كاربونيل كومباوند. زين هذا الكاربونيل كومباوند راح يسوي؟ هذا البروسيس يتطلب نقل هايدرايد فروم ان الكحول ميدييتد باي اسينشال دي بروتونيشن، يعني اوخر هيدروجين تمام، اوخر الهايدرايد يعني اشيل السي من يمل كحول. عملية ديبروتونيش نفس الحاجة الفوق. وين راح يروح ال H؟ راح يروح إلى فد مكون يصيحوا له ناد P موجب. شي يصير؟ يصير ناد PH. ال H راح يجي هنا. من الكحول يجي للناد. تمام؟ راح يتحول ناد P هذا عملية ريدكشن إلى ناد PH. The carbonyl derivative راح يتكون لأنه أخذنا ال H بعد راحت ويا الناد. هسه نشرحها بشكل أوضح. زين the primary الكحول معلومات سادس، كحول أولي أكسده شي يصير؟ aldehyde. كحول secondary ثاني وأكسده شي يصير؟ كيتون. هاي سوالف مال السادس. تريجري الكحول قلنا ما تتأكسد لأنه ما بيها هيدروجين، have no substitutable هيدروجين ما بيها بعد. زين ما بيها هيدروجين يقدر يغادر كهيدرايد أيون. هذا الميكانيزم مالتي انه عندي مثلا هذه الكحول تمام لو اتش هياتها وبعد بي اتش الاتش راح اقدر انقله ينقل الحلقه معينه مكون وسطي وراح بالتالي وين يصير؟ يصير يروح للناد، يصير عندي ناد اتش بالناتج. هذا مو صار عندي ناد بي اتش، يعني الاتش راحت منا وصلت هنا، هذا ايش بقى عندي؟ كان عندي اتش، راحت الاتش هذه فبقى لي ار دبل بوينت او ار لان راح الارتباط مال اتش، بقى عندي خط زايد المفروض لي جوا. خط وين راح؟ هذه الآصرة صعدت فوق صارت آصرة مزدوجة، صارت كاربونيل كومباوند. الكاربونيل إذا منه R ومنه R شنو معناته؟ معناته كيتون، لأنه كان سكندري الكحول مالتي فتكون كيتون.
ارجع واعيد وين راحت الاتش؟ راحت بالتالي الى ناد بي، صارت ناد بي اتش. زين مطيني مثال جوه، هذا شنو؟ هذا موجود الاو اتش بالتريجري الكحول. شنو عرفت التريجري؟ قلنا واحد اثنين ثلاثة، ثلاث ارتباطات بي، يعني ماكو اتش، يعني ماكو. اذن نو الكحول ديهايدروجينيز ما راح يشتغل، نو اوكسيديشن نو رياكشن. زين هذا برايمري الكحول، اسهل واحد برايمري الكحول، هو ارتباط واحد بي وهذه الاو اتش وهاي اتشات اثنين عنده، راح يخسر وحده من ذوي الاتشات وتصير دبل بوينت او، خسر وحده من الاتش بقت اتش وحده وصارت دبل بوينت او من تفاعل ويا الانزيم مال الكحول ديهايدروجينيز. معناتها شي يصير اذا من جهه اتش ودبل بوينت ومن جهه ثانيه ار، مثل ما نعرف انه هو اللي هو الديهايد. هسه عرفنا الشرح شرحناه فوق، برايمري يصير الديهايد، سكندري يصير كيتون بواسطه انتقال الهيدروجين، والتريجري اصلا ما يتاكسد. زين الكيتونات تقدر تاكسدها مره ثانيه اذا سويت لها اوكسيديشن؟ ما تقدر، cannot be oxidized. تمام، but aldehyde تقدر تاكسدها، يعني aldehyde عندها اتش. تمام، الالديهايد من تاكسدها شو يصير؟ further oxidation، تسوي لي كاربوكسيليك اسيد. هم معلومه ما السادس، هم الكحول اتاكسده يعطيك الديهايد، الالديهايد اتاكسده راح ينطيك حامض كاربوكسيلي. هذا شنو راح يحفز هاي العملية مال تكوين الحامض الكاربوكسيلي؟ مثل ما الكحول من كونتها استعملت الديهايدروجينيز مال الكحول، اجيب الديهايدروجينيز مال الديهايد، يسموه الديهايد ديهايدروجينيز، واللي هو اسينشالي انسرت اوكسجين بين السي اتش بوند مالت الالديهايد، يعني اضيف لي اوكسجين ثانية تصير مكان السي دبل بوينت او اتش، شو تصير؟ يضيف لي اكسجين ثانيه تصير سي دبل بوينت او او اتش، هذا الديهايد وهذا حامض كاربوكسيلي. زين very common stepwise metabolic process observed with methyl groups، هاي تصير هوايه بالمثيل جروبس. تمام، those are attached to aromatic ring، هاي غالبا وين تصير؟ قال لي هاي العمليه مال انه اسوي كحول من اكسده واكسده مره ثانيه اسوي الديهايد واكسده مره ثالثه اسوي حامض كاربوكسيلي، تصير بالمجاميع المثل المرتبطة بمجاميع أروماتية. وين بالله خلى باع لها هياتها؟ هاي مجموعة مثل مرتبطة بحلقة أروماتية، أكسدها أول مرة أسوي كحول، أكسدها ثاني مرة أسوي ألديهايد، أكسدها ثالث مرة أسوي حامض كاربوكسيلي، يعني الأو اثنين ننسى. عملية كلش سهلة وستركتشر كلش واضح. هذا الستركتشر شنو هذا؟ هذا ما أقدر أكسده لأن أصلاً كيتون هذا منه R، هاي الحلقة عبارة عن R، هاي الحلقة هم عبارة عن R، وبالنص دبل بوينت أو الكيتون نقدر نكسده، قلنا ما نقدر. هيات المعلومة كيتون cannot be oxidized further، ما نقدر نكسده بعد، والألديهايد افتهمنا شلون يتأكسد.